كابتن علاء، نتيجة غير متوقعة بالنسبة حتى لأحداث الشوط الثاني، يعني أنت فرضت سيطرتك الشوط الثاني، خلقت فرص، وصلت للجول، ضيعت جول كتير. هم عايز أقول لك يمكن لعبونا بنفس الأسلوب اللي مستر موسيماني السنة اللي فاتت لعب بيه الشوط الثاني معاه. قفل نص ملعبه، اعتمد على الهجمة المرتدة، راح للجول كورتين ثلاثة، قدر يستغل كورة وكسب المباراة. هو لعب على حاجة معينة أيمن ونجح فيها. طبعا كل حاجه بتوفيق ربنا، انت كان ممكن تتعادل سهل جدا، كان ممكن تكسب، بس هو خلاص النهارده يعني مفيش توفيق، مفيش توفيق ومش يومك كمكسب. لكن هنتكلم على سان داونز الاول. ماشي. هو عامل سيناريو الشوط الاول يطلع 0-0، صحيح، فبدا عمل عليك ضغط من قدام طول الشوط الاول، طول الشوط الاول وضغط عليك بثلاثه ان هو بدنيا هيقدر يكمل الشوط ده. ايوه. وكان عايز يطلع 0-0 او لو جت هجمه مرتده او يخطف هدف. ده كان السيناريو اللي هو بيلعب بيه الشوط الاول. نرجع في السيناريو الشوط ده. الشوط الثاني راح لاعب زون في نص ملعبه ولعب على هجمه مرتده او صحيح. كره خطر او خطا منك. ولعبك طول الشوط الثاني بهذا الشكل. مظبوط. ان هو بقى يستناك في نص الملعب وقافل كويس قوي القلب على الاخر، بقت الاطراف بس انت بتشتغل عليها يمكن لحد كبير بشكل كويس الشوط الثاني. هو يمكن توفيق ربنا النهارده هو عنده، هو عشان هو لعبه بنظام، يعني لحد نهايه المباراه هو بيلعب بنظام معين. هم حتى في الهجمات المرتده الشوط الثاني ما كانش اقوي قوي، لكن كانت ليهم هجمه او اثنين اللي يجي منها الهدف. دي برده يعني لحظه تسيب او سرحان مننا، ما ينفعش يبقى لعيب فاضي في المكان ده. صح. بالشكل ده وانت اساسا عندك زحمه في نص في ال 18 حتى الكره لما تيجي. هي دي النقطه الايجابيه اللي هو عملها النهارده، لكن رغم كل ده انت كنت ممكن تكسب النهارده المباراه الشوط الثاني سهل. صحيح. بس النهارده يعاب عليك بحاجه. كنت حاسس النهارده في عصبيه في اللعب. مفيش يعني الهجمه مش هجمه، كله مستعجل. يعني هم كانوا عايزين يخلصوا الشوط المباراه من الشوط الاول. مفيش مباراه بتخلص الشوط الاول، ممكن انت لازم المباراه 90 دقيقه، انت خليك على نفس شكلك لحد نهايه المباراه. بس الشوط الثاني حصل استعجال، حصل الهجمات مش تحس ايمن الهجمه مش هجمات بتاعت النادي الاهلي. الهجمه بتطلع من رجل لرجل لرجل لرجل، اخطاء كتير جدا، كور طويله مقطوعه، كور طويله غلط. بس مع ذلك يا كابتن علاء جات لك فرص محققه. ما انا لسه بقول لك بعد كل اللي انا بقوله ده انت كنت ممكن تكسب مباراه. بالظبط. بدليل ده يقول لك ان انت اقوى من سان داونز بمراحل كبير قوي. ده اللي انا قلته في بدايه اللقاء يا ايمن. انت اقوى في كل حاجه. تخيل النهارده رغم ان انت مش في احسن حالاتك انت كنت ممكن تكسب النهارده سهل على فكره، لان هو برده عنده اخطاء كتير وتحت الضغط بيحصل اخطاء وفرص كتير قوي ضاعت، وفي الكره اللي بتاعت محمد مجدي الراجل شالها من على الخط. هو في حاجه النهارده يعني هو سبحان الله في سبب النهارده تخسر المباراه. لكن انا مش عايز اقول ان حد قصر، ما فيش حد قصر، يعني كله حاول وكله بذل اقصى مجهود، اللي حتى اللي كان بيلعب شوط واللي بدا المباراه حتى حسام حسن لما نزل كله ما فيش تقصير. لكن هو كان لازم فيه عارف انت ايه نقطة نظام شوية في اللعب، ازاي تسير المباراة؟ ازاي حتى لو جه فيك هدف تسير المباراة انت اللي تسيرها؟ ما تعملش كور طويل كتير، كور طويلة ملهاش لازمة، حتى الهدف اللي بقول لك انا اللي كانت محمد مجدي هي كرة طويلة لكن هو خطأ حارس. صحيح. كويس؟ الكرة عرضية ما اتعملت، كرة حمدي فتحي الحارس تألق فيها مش عارف طلعها ازاي طبعا، لكن كل ده بيقول لك ان النهاردة هو مش يوم النادي الأهلي. النهاردة مش يومك لسبب ما، يعني ربنا مش رايد على انك انت بالظبط لعبت مثلا ب 50% من قوتك وادائك وشكلك، لكن كنت ممكن تكسب عادي جدا جدا جدا. المجموعه لسه بدري وانا متاكد ان شاء الله النادي الاهلي هيحسمها الاول برده ان شاء الله، لكن اللي هي ايه زي ما كابتشيه بيقول الحسابات بقى بدات ايه، انت تخش مرحله حسابات اللي هو ما فيش نقطه هتضيع منك تاني. النهارده لك لعبت النادي الاهلي ما فيش حد قصر، لكن هي دي كره القدم.